مساء الفل عليكم ويسعد ايامكم. ومعاكم النهارده فاطمه ابو علي، والنهارده هنقدم مع بعض وصفه سهله وبسيطه وكل مقاديرها ان شاء الله تكون موجوده في البيت. يلا نسمي الله وندخل بسرعه على مطبخنا نشوف وصفتنا، ويسعد ايامكم يا رب وكل سنه وانتم طيبين. النهاردة هنقدم مع بعض طبق شوربة مميز جدا، وهي شوربة الجزر. الجزر مليان بيتا كاروتين اللي مضاد للأكسدة، وكمان بيقوي العين، بيخفض نسبة الكوليسترول، مليان ألياف، طبق مفيد جدا وهيفيدنا على السفرة الرمضانية، ومقاديره بسيطة جدا. بسم الله، أول حاجة هحط حلة على النار واحط معلقة كبيرة من السمنة أو الزبدة وبصلاية كبيرة متقطعة مربعات صغيرة، واشوحها في السمنة كويس جدا. انا عايزاها يبقى لونها ذهبي فاتح، بس تشقر. بس اول ما تشقر هبتدي اضيف فص ثوم سواء مفروم او صحيح، لان كل ده هيتفرم مع بعض. هقلب كده لحد ما ريحة البصل تطلع، وهبتدي اضيف نص معلقة صغيرة من الكزبرة الجافة، كمان نص معلقه صغيره من الملح، ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود او الابيض، كمان ممكن نحط قطعه جنزبيل او روزماري او زعتر، ودول كوبايتين من الجزر انا مقشراه ومنضفاه ومقطعه، ومعايا بطاطسايه صغيره علشان تعمل لي الخليط كده يكون متماسك شويه. هشوحهم كده مع بعض كويس جدا حوالي 5 دقايق. الشوربه دي سهله جدا وطعمه قوي. قلبي كده بالمنظر ده، وهضيف ورقتين من النعناع الفريش بيديها طعم حلو قوي. اول ما تبتدي كده الخضار يدخل في بعضه هضيف حوالي 4 كوبايات من الشوربة او الماء المغلي، وممكن نضيف لها مكعب مرقة لو احنا ما عندناش شوربة، سواء شوربة فراخ او لحمة مش متواجد ممكن تحطي مكعب مرقة لو انت بتستعمليه. هسيبها تغلي على النار حوالي 1/3 ساعة او لحد ما الجزر يستوي خالص واحس ان هو ملمسه طري جدا. طعمها تحفة وريحتها روعة وسهلة جدا ومفيدة، وبتعوض السوائل اللي نزلت من جسمنا اثناء الصيام. بصوا استوى الجزر خلاص ما خدتش اي وقت. هبتدي هنا اضيف لها 1/2 لتر من الحليب، لو متاح عندك الكريمة ضيفي، بس احنا عاملينها اقتصادية. وهنحط لها كمان معلقة كبيرة من النشا، النشا مع الحليب اكنها بدل الكريمه. لو عندك معلقه قشطه ضيفيها يبقى انت كده حطيتي كريمه، يبقى احنا عملنا وجبه اقتصاديه بنص لتر من الحليب. وقلبي كده، لازم تقلبي كويس جدا علشان ما تكلكعش، على نار هاديه. وبس كده كل المكونات هتتفرم مع بعض بالشكل ده، سواء بالهاند بلندر او في الخلاط. ما خدتش في ايدينا اي وقت، وحاجة بتعوض السوائل اللي فقدناها طول النهار. الجزر مفيد جدا جدا. وزينيها كده بشوية من النعناع، عايزة تحطي فيها روزماري حطي. وصفة سهلة وبسيطة ومشبعة والكل يحبها، الصغير والكبير، ده السمك اللي انا عايزاه. وصفة سهلة وبسيطة، ويا رب تكون عجبتكم، وكل سنة وانتم طيبين يا رب. واتبسطت ان كنت معاكم، كنت معاكم فاطمة ابو علي، والسلام عليكم.